Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. We are going today to discuss a new lesson which is about reading. درسنا اليوم عن القراءة. ولما نسمع بكلمة reading لازم نفكر دائما بكلمة vocabulary. Vocabulary معناها مفردات. فكل ما كان عندي مفردات أكثر كل ما كان reading عندي أسهل. وإذا كان عندي نقص في الفوكابيولاري يبقى في عندي نقص في الريدنج ويكون عندي صعوبة في الريدنج، تمام؟ فعشان هيك لازم يكون عندي حفظ دائم للمفردات وإلا حيكون في عندي عجز في الفهم. Let's go. تعال نشوف المفردات اللي حتواجهنا في هذا الدرس. قد تبدو للبعض كثيرة والبعض قليلة على حسب معرفتك السابقة والمخزون السابق اللي عندك. Now let's start. Fresh تعني طازج، لكن بإضافة ER بصير fresher. Fresher طالب جامعي جديد، زي begin beginner. Week أسبوع. Act يتصرف يفعل يمثل. زود IVE لكلمة act بتصير active. active معناها نشيط أو فعال. active نفسها ممكن تصير activity. activity نشاط. more than أكثر من. more than أكثر من. optional اختياري مش إجباري. optional يعني optional عكسها compulsory. compulsory optional عكسها compulsory. طيب compulsory إلها معنيين، obligatory obligatory أو mandatory mandatory. يبقى عندي compulsory obligatory mandatory كلهم معناهم إجباري، كلهم عكس optional. extra إضافي. optional extra خيار إضافي. فيبقى عندي أنا أشياء أنا مجبر أعملها وأشبه أشياء خيارية فهي اسمها optional extra. vital 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 يعني important يعني necessary يعني مهم يعني ضروري. college life الحياة الجامعية. great عظيم. great عظيم. like مثل. mind عقل. اجمعهم مع بعض like minded. like minded معناها with similar attitudes. with similar attitudes ذوي عقول او مواقف او تفكير متشابه. expand expand يوسع عكسها narrow يضيق. وأيضا معناها expand enlarge enlarge يضخم. interest اهتمام. participate يشارك يعني take part أو take part in. take part أو take part in معناها يشارك معناها participate. more fully more fully بصورة أكثر شمولا بصورة أكثر وضوحا بشكل أكثر وضوحا. field مجال حقل خدناه في صف خامس حقل لكن field تيجي معناها area of interest. area of interest. already مسبقا. come يأتي. come along معناها ينضم. come along معناها join. societies fair معرض المجتمعات. لما تنضم انت تكون في جامعة كامبريدج ان شاء الله في بريطانيا تنضم للنادي العربي او النادي الفلسطيني هذول بيعملوا حاجة اسمها societies fair انشطة للمجتمعات اللي هم عملوها. build يبني. building مبنى. up to ما يصل إلى ما يربو إلى ما يزيد عن.
up ما يزيد عن up to آسف up to 100 ما يزيد عن 100 on show on show able to be seen معروض للجمهور outdoor activities outdoor activities نشاطات خارجية sport رياضة volunteer يتطوع وتطوع وتطوعي culture culture ثقافة cultural ثقافي political سياسي political you are sure كن واثقا suit أو suit suit أو suit يناسب suit you أو suit you يناسبك أيضا suit أو suit معناها بدلة البدلة تبعت الفرح see you there نراك هناك لأن هذا عبارة عن notes or advertisement notes ملاحظة أو advertisement إعلان منشور ممكن على الفيسبوك ممكن يكون منشور على جدارية في الجامعة بقولوا فيه freshers week activities نشاطات الأسبوع للطالب الطلاب الجدد clubs and societies are more than just an optional extra النوادي والمجتمعات هي أكثر من مجرد خيار إضافي مش مجرد حاجة موجودة في الخانة مش حاجة هامشية they are إنهما مين هم إنهما they are the clubs and societies they are a vital part of college life إنهما جزء مهم من الحياة الجامعية there are A great way to meet like-minded people. هناك فرصة عظيمة. Great way. ممكن نترجمها فرصة عظيمة. وسيلة عظيمة. لتقابل الناس الذين يشبهون طريقة تفكيرك. And expand your interests. وتوسع اهتماماتك or participate or معناها أو or participate أو أن تشارك more fully بصورة أكثر وضوحا in a field you already know في مجال تعرفه بشكل مسبقا so لذلك come along انضم to the clubs and societies far إلى النوادي والمجتمعات when in the Milton building في مبنى ميلتون متى this Wednesday هذا الأربعاء up to 100 societies will be on show ما يربو عن 100 مجتمع أو سيكون في العرض أو معروض للجمهور إيش هدول المئة سيتز from sports من الرياضة and outdoor activities ونشاطات الخارجية إلى to volunteer organizations إلى المنظمات الطوعية أو التطوعية and cultural or political groups والمجموعات السياسية والثقافية you are sure كن واثقا to find something to suit you أنك ستجد شيئا يناسبك See you there. نراك هناك. بعد ما أفهم هذا التمرين كويس بجيني easy peasy lemon squeezy task. تمرين بسيط جدا مجرد ما نكون أو أكون حافظة أو حافظ مفرداتي بقدر أجاوب عليه. بقول لي find words or phrases. جد كلمات أو عبارات. ما الفرق بين الكلمة والعبارة؟ الكلمة كلمة لكن العبارة هي أكثر من كلمة. والعبارة لا تحتوي على فعل. زي at home في المنزل فيش فيها فعل ولكنها أكثر من كلمة ما بقول عنها كلمة بقول عنها phrase in the notes النوتس اللي قبل شوي نشرناه أو الادفرتايزمنت بقولي جد كلمة أو عبارة في النوتس اللي قبل شوي قرأناه have these meanings لها نفس المعاني في 1, 2, 3, 4, 5
they are in the same order. معطيني ملاحظة بقول لي هتلاقي الكلمات بنفس الترتيب في النفس. يعني هتلاقي not compulsory أول كلمة في الجملة. فبقول لي not compulsory ولو أنا حافظة أو حافظ optional. With similar attitudes, like-minded. Take part or take part in, participate. Area of interest, field. Able to be seen on show. لكن هذا التمرين الثاني مبني على الأولاني اللي قبل شوية حليناه. فبيقول لي هنا في قبل ما يقول لي وأقول له لازم أبقى فاهمة أو فاهم إنه كل كلمة في التمرين مهم جدا إلي. قبل ما أحل أي تمرين لازم أدور على الكلمات الصعبة اللي فيه وأحفظها. هذا بهيئني لدخول الامتحان بشكل سهل. فمثلا لما يقول لي use شو معنى use؟ استخدم. طيب the words or phrases phrase عبارة. In part one في الجزء الأول اللي قبل شوية حليناه. To complete لتكمل. The sentences below الجمل بالأسفل. الجملة الأولى بتقول لي there are lots of, there are هناك. Lots كثير من, lots of. Good paintings, paintings رسومات. هناك الكثير من الرسومات. At the museum في المتحف this week. I don't know much, لا أعرف كثير. About حول أو بخصوص. Biology الأحياء أو علم الأحياء. It's not really, إنها ليست حقا. My okay. This part هذا الجزء. Of the form من النموذج. لما بروح أسجل في الجامعة بيعطيني نموذج في مكتوب بيانات الطالب، الاسم الرباعي، رقم الهوية، رقم جواز السفر، تاريخ الميلاد، اسم الأم، فصيلة الدم. تمام؟ بيعطيني الجزء الأول هذا غصب عني بدعبي. الجزء الثاني مجالات الاهتمام. الجزء الثالث ممكن يكون في جزء رابع مش مجبور أنت تعبيه، اختياري، زي مثلا هواياتك. معطيك جزء لهواياتك فاكتب لك عليه انت حر لك تعبيه عبي لكش تعبيه انت حر. هذا فورم اللي عندك هذا اسمه فورم نموذج. طبعا كلمة فورم بيجي معناها شكل زي مثلث هو فورم المربع فورم شكل. لكن هذا فورم معناها نموذج. بقول لي this part of the form is you don't have to fill it in. have to اتفقنا قبل اسبوعين انه معناها يجب أن، وهنا أنت لست ملزما ب fill it in بملئه لأنه fill in يملأ يملأ النموذج. luckily يا للحظ I live أنا أعيش لأنه live يعني يعيش. share يشارك. طب shared مشترك. shared house منزل مشترك. أنا أعيش في منزل مشترك with مع فراغ people ناس. طب unfortunately يا لسوء الحظ his English إنجليزيته is not good enough. enough بما يكفي ليست جيدة بما يكفي to academic discussion للنقاش الجامعي أو الأكاديمي. قبل ما نحل السؤال بدنا ننتبه لكلمة his English. his English English إنجليزي. طب his English الإنجليزي تبعه إنجليزيته زي his book كتابه. her English إنجليزيتها زي her book كتابها. my English إنجليزيتي. our English إنجليزيتنا. their English إنجليزيتهم. It's milk حليبها. طب مش معنى مش إنجليزيتها لأنه هي بس أو كلب لأنه it تستخدم للغير العاقل. فهل معقول أقول إنجليزية البس ضعيفة مثلا أو قوية؟ Your English إنجليزيتك أو إنجليزيتك أو إنجليزيتكما أو إنجليزيتكم. نرجع للتمرين. في التمرين بقول استخدم هذه الكلمات لـ optional like minded participate field on show
عشان تملأ الفراغ. أنا حملأ لك الفراغ أو حملأ لك الفراغ من غير تعب، لكن أنا بأنصح نصيحة. ها قبل أنصح النصيحة، بأنصح نصيحة ما تحلش التمرين معاي. بنصح اكتب التمرين لو هو محلول على كتابك، هيو تفضل، هيو مش محلول أو مش اكتبي على ورق خارجي على فتر خارجي، حلو أو حلي لوحدك وقارن إجابتك مع إجابتي. هذا متى؟ بعد حفظ التام للكلمات الصعبة عليك، ثم حتجد الإجابة بهذا الشكل. وطبعا الترجمة سهلة جدا صارت علينا الآن. Thank you very much and see you later.